جزيرة مباشر مصر. معنا احمد عامر ابن الشهيد اخوه شقيقه العقيد ابن لا. ابن الشهيد العقيد عامر عبد المقصود من شهداء كرداسة. طيب. نائب مأمور الاسم اهلا بيك يا فندم بيه في حياتك. حياتك لازم. احنا كلنا بنعزي حضرتك واكيد يعني والدك بطل وكلنا يعني كنا نحب نفتديا. الحمد لله يا استاذ عمرو يعني انا جدا ان انا يعني مجرد ما ان انا اقعد مداخله حضرتك يعني لبيت النداء. انا كنت عايز النهارده اتكلم مع حضرتك في موضوع مهم جدا. انا امبارح في مداخله تليفونيه مع الاستاذ وائل ابراشي في برنامج العاشره مساء. ايوه. يعني ان انا قلت ان في ناس تحل يعني شخصيه اهلي. في واحد تحلت شخصيه امي وقالت فيها. طب انا هستاذنك بس تحلت شخصيه والدتك. هستأذنك يعني تتحرك علشان الصوت بيقطع شوية يا ست العقيد. ايوه يا فندم ايوه يا فندم. اتفضل. في واحدة اتكلمت على اساس ان هي امي وقالت ان ابويا كان من الاخوان وكان ضد الفضة العصام وكان كلمهم وقال انا مش هنزل للشغل وقال انا ضد فضة العصام بيكذبوا على الناس بعد ما تموت كمان في الوقت بيكذبوا. يعني ده على قناة الجزيرة على قناة الجزيرة. يا خبر حضرتك بتقول لي ان في واحدة اتكلمت على قناة الجزيرة وقالت انها امك وقالت انه ابوك كان اخوانجي واتقتل علشان هو كان رافض يقتل الاخوان. مظبوط يا فندم. وقال ان هو الوحيد يعني انا والدي مهما كان في الداخلية مين هو عشان يعرف ساعة الصفر بتاع فضل. طب ده والد حضرتك. طب وبقية الناس ال 11 ال 11 برضه كانوا اخوان؟ مش عارف والله انا مش عارف ارد على الناس دي اقول ايه. الناس دي حرام بتتاجر بقضيتنا لحد فين احنا مش عارفين يعني حقنا ومش عارفين ناخده. طب نعمل ايه؟ طب نعمل ايه حضرتك؟ لا الجزيره بتتاجر بدم ابوك. طبعا يا فندم طبعا يا فندم. وغير كده يعني المصيبه اكبر بس ده انا لسه ما شفتهاش بعيني. لقيت انا يعني انا دلوقتي ناس كده فولورز على تويتر بتتكلم معايا فالناس انا ما اقول انا مش هسيب حق ابويا انا مش هسيب حق ابويا فلازم تتكلم معايا ازاي انت بتتكلم في كده وانت اصلا ابوك كان اخواني. فلقيت ان الكلام كتير قوي ان ابويا كان اخواني هو انا ابويا وانت ما تعرفش انت الوحيد اللي ما تعرفش ان ابوك كان اخوانجي. ازاي حضرتك ازاي يعني انا مستغرب. لا علشان هو عايز يقول انه ما يحدث في الاقسام هو بفعل الحكومة وبالتالي ده احنا ملناش دعوة بيه. انا عايز اسألك سؤال. هل ممكن تكون في فرصة اذا كانت والدة حضرتك جنبك عشان الناس تسمع صوتها؟ انا حضرتك والدتي كانت في العناية المركزة من اول يومين حصل فيهم الحادثه لسه خارجه امبارح يعني هي تعبانه جدا ربنا يشفيها ربنا يشفيها. كويس ان حضرتك وضحت لنا الفضيحه دي تضاف الى فضايح قناه الجزيره. انا يا فندم هقول لحضرتك على حاجه كمان هقول لحضرتك على حاجه كمان غير كده طلعت يعني انا ما شفتهاش بعيني بس ده كلام الناس كلها معايا على فيسبوك وعلى تويتر وعلى الصفحات كلها بتقول ان في بعض واحده طلعت على اساس ان هي عمتي. تمام ده جايبين العيله كلها. وقالت ان هي وقالت ان هي ابويا برضو كان اخوان وطالعه منقبه. عيلتها حضرتك ما فيهاش واحده منقبه. عيلتكم كلها ما فيهاش واحده منقبه. ما فيهاش واحده منقبه. احنا الحمد لله مسلمين ومؤمنين بربنا جدا بس احنا ضد التطرف وضد التخلف بتاع جماعه الاخوان المسلمين. ازاي حضرتك يطلع واحده تقول ان هي اخت بابايا الله يرحمه وتطلع منقبه وتتكلم وبتاع. انا مش فاهم الناس دي عايزه ايه مننا. الله يكون في عونك وربنا معاك وبنشكرك شكرا جزيلا. وطبعا يعني حادثه كرداسه من الاحداث القاتله.